أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي أمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وفي الجنات رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب يزنم رزام وشندير ويشترغان اختار مجلسا Kimler iştirgan ikenligen isimin üzüm bülüşü kabul kılıp ecir sevaplarına iriştirsen ile. Ya Rabbim, bu iftar meclisin iştiruşularına, üz ilişlerin kırtuşlarına ecir sevaplarını nasip itip, dünyada da, ahirette de, üz rahmetinde bulurga nasip itsen ile. Gitmeyen, uylaman kurumlardan üzerine şartlı bahit indirsen ile. Allah'dan duam yapan merhum merhumelerinin ruhların şad kılıp kabirlerin nurlu eylesen idi. Ya Rabbim, isen bulanlarımızga sağlık selametlik verip, izgi Ramazan ayların bizge mübarek kullanmışsan idi. Ya Rabbim, izgi Ramazan tamamlandı, barçamızın da bilim ekibini kılan unaklarımızın afu kılıp, sabi balılar kibet kılsan idi. Kıyamet gününde üz rahmetine erişip, Er-Rayyan ışıklarından cennetke kurubisini nasip etsen idi. Ya Rabbim, ay boyu okuyan taravihlarını, iştirgan iftarlarını, iftarlarını pişirilişlerge, hazırlayışlarge, kuştanışlar alıp kürülüşlerge, her birisine acil sevaplar bilsen idi. Kimindir ismi eğitilmeyen bulsa, ya Rabbim Allah'ın üzüm bülüşü, Ecir sevapların biri tağında arttırıp girsen idi. Şulay gerabım Allah'ım, o da günlerde iftar meclisine deyip kurban çalından bulan Şerifullah Ziyadullah isiminden bu kurbanlıkını da kabul etken bulsan idi. Ya Rabbim Allah'ım, aldığımızda tırgan beyrenimizini mübarek kıl, kabul ait namazlarını okup, tırmış bilen ülkerip, kilesi yıllarını da sağlık selametlik bilen, karşı alır ve ibadetler bilen ülkerige, محمد زغان نصيب ايلا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم صائمون وصلت عليكم الملائكه انعم الله عليكم وزادكم الله من فضلكم وكثر الله خيركم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وساقنا وجعلنا من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله من رحمتي أوصل الله تعالى قبول إنسان مخترم جماعات